الرحمن الرحيم. نداء إلى المجتمع الدولي، غزة ترفض الموت بصمت، نحن بحاجة لدعمكم وتحرككم. في 30 من مارس من عام 2018 أطلقنا كشعب فلسطيني نعيش في قطاع غزة حملة سلمية واسعة عرفناها بمسيرات العودة الكبرى من أجل تحقيق حقوقنا الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حق العودة والحق بالعيش حياة طبيعية كريمة. فطوال 70 سنة سعى اللاجئين الفلسطينيين إلى تحقيق حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عند قيام دولة إسرائيل أو ما نسميه نحن النكبة. هذا الحق كفلته كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأكدته قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 194، كما أيدته كل المنظمات الدولية وأكدت عليه منظمة العفو الدولي وهي هيومن رايتس ووتش وكل المؤسسات الحقوقية الدولية. وطوال عقود طويلة 70 عاما عانينا من احتلال إسرائيلي غير قانوني وحشي وعنصري. يضاف إلى ذلك أننا في قطاع غزة عانينا ولا نزال من حصار يمتد على مدار 12 عام ظالم وغير قانوني وغير شرعي. بل حتى قبل ذلك كانت أوضاع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية أوضاعا مأساوية، حتى أنه في عام 2003 وصف العالم البارز في علم الاجتماع باروخ جلمنينك غزة بأنها أكبر معسكر اعتقال موجود على الإطلاق. تزعم إسرائيل أنها انسحبت من قطاع غزة عام 2005 ولم تعد تحتلها، ولكن المجتمع الدولي وعلى رأس الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان وكل القانونيين حتى في دولة الاحتلال يتفقون على أن دولة الاحتلال لا تزال هي القوة المحتلة لقطاع غزة، وبالتالي عليها أن تتحمل كامل مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني. كما أن كل المنظمات الحقوقية ومن بينها هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحصار يعد عقابا جماعيا للسكان المدنيين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، بينما صرحت منظمة العفو الدولية أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وكذلك كشف تقرير مجلس حقوق الإنسان لعام 2015 والذي عدته رئيسة محكمة نيويورك السابقة ماري ماكجون دينيفرز أن حصار قطاع غزة من قبل إسرائيل يخنق الاقتصاد في غزة ويفرض قيودا صارمة على حقوق الفلسطينيين. وقد دعا التقرير إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة على الفور وبدون شروط، إضافة إلى أن تقرير القاضي ريتشارد جولدستون قد أكد على أن جريمة الحصار جريمة ضد الإنسانية، وهي أحد أوجه الأسوأ من أشكال جريمة التهميش التي تعد جريمة ضد الإنسانية مستمرة. إضافة إلى هذا الحصار فإننا في الأعوام 12 الأخيرة تعرضنا إلى عدوانات إسرائيلية متعددة، 3 اعتداءات في عام 2008 2012 2014 قتلت عشرات الآلاف من الشهداء وأصابت مئات الآلاف من الجرحى. فدولة الاحتلال وحدها في عام 2014 في عدوان 2014 قتلت أكثر من 2150 فلسطيني، من بينهم 550 طفل وحوالي 320 امرأة، كما دمرت أكثر من 18,000 منزلا تدميرا كاملا. بعد عقود من التهجير والاحتلال والحصار والاعتداء العسكري نواجه الآن لحظة الحقيقة. لقد ذكرت الوكالات الإنسانية الدولية وفي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة أن غزة على وشك أن تكون غير قابلة للعيش الآدمي في عام 2020، وفي الواقع فإن 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تقول ساري رو من مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد إن البشر الأبرياء ومعظمهم الشباب يتسمون ببطء بسبب المياه التي يشربونها، يتسممون ببطء بسبب المياه التي يشربونها، ومن المحتمل بسبب التربة التي يزرعونها كل ذلك بمعرفة وقبول من المجتمع الدولي. كما أن الأرقام والإحصائيات التي تظهر أن 74% من سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، وإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر المدقع إلى ما يزيد عن 65% وارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 50% وفي أوسط الشباب إلى ما يزيد عن 70%، تزعم دولة الاحتلال
بأننا نحاول خرق السياج الحدودي، ولكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وصف غزة بسجن مفتوح، ووصف كاميرون أيضا بأن غزة هي أكبر معسكر اعتقال، ووصفت صحيفة هارس الصهيونية غزة بالجيتو. نحن لا نحاول خرق الحدود، نحن نحاول وبطريقة سلمية أن نخرج من الفضاء المحكم الإغلاق الذي نتسمم فيه ببطء ونموت فيه ببطء. نحن نحاول كسر أبواب السجن الكبير، لن نستسلم حتى نكسره ونحقق آمالنا بالحرية والعيش الكريم. ونحن نقدم الكثير من التضحيات البشرية لتحقيق ذلك، والتي لا يمكن أن نحققها بمفردنا بل بمساعدتنا ومساعدة كل أحرار العالم الذين عليهم أن يقفوا اليوم أمام اختيار بين شريعة غاب تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب، وما بين مقاصد الأمم المتحدة وقواعد ومعايير حقوق الإنسان. لقد أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي وبأوامر من أعلى مستوى سياسي وعسكري أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل المشاركين في مسيرات العودة الكبرى. واعتبر فيكتور ليبلمان وزير الحرب الإسرائيلي أنه لا يوجد في غزة أبرياء، فحتى اللحظة قتل 52 شهيدا فلسطينيا مدني من المدنيين المسالمين، التي أظهرت كل التقارير المستقلة وكاميرات الإعلام على سلمية هذا الحراك، كما كان من بينهم 5 من الأطفال واثنين من الصحفيين واثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما جرح أكثر من 8000 فلسطيني كلهم من المدنيين، من بينهم 850 طفل و333 امرأة، وأكثر من 87 من الصحفيين و100 من الأطقم الطبية والمسعفين. وبعض هؤلاء سيبقوا معاقين إلى مدى الحياة بسبب تعمد الإفراط في استخدام القوة في مخالفة واضحة لمعايير القانون الدولي والإنسان التي تقتضي احترام مبدئي التناسب والضرورة. وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي على المستوى الرسمي والشعب والمؤسسات إلى مساندتنا، وخاصة أننا قررنا الاستمرار في هذا الحراك في مليونيات يومي 14 و15 من مايو. لذلك المطلوب مساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين. ثانيا الضغط على دولة الاحتلال لوقف آلة القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين، لا سيما أننا رأينا خلال مسيرات العودة منذ انطلاقتها في 30 من مارس وحتى اليوم كيف تستباح دماء المتظاهرين في جرائم حرب تتم على مرأة ومسمع من العالم. ثالثا فتح بوابات السجن الكبير في غزة ورفع الحصار فورا بدون قيود أو بدون قيد أو شرط، فلنوقف المحرقة باتجاه المواطنين في قطاع غزة. المطلوب جميعا ونعلي الصوت، اعلوا الصوت، أطالبوا بتطبيق القانون الدولي، أوقفوا حصار غزة الإجرامي، أنقذوا الإنسانية، لدينا حلم، لأن التضامن مع فلسطين هو تضامن مع الإنسانية. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قطاع غزة، 8 مايو من عام 2018.